أعلنت وزارة الصحة توافر 14300 عبوة من الألبان الخاصة بالأطفال الذين يعانون من حساسية الألبان، وذلك في 25 مركزا تابعا لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية على مستوى محافظات الجمهورية. وأوضحت وزارة الصحة أن الإدارة العامة للحد من الإعاقة تقوم بتوفير 23 نوعا من الألبان العلاجية للأمراض المختلفة، ويتم صرفها بالمجان من خلال مراكز علاج الأمراض الوراثية.